السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه هاجينج فيز، ده بيبقى عليه المشاريع قبل ما تنفذ، بتبقى حاجات اوبن سورس، وزي مثلا التحويل للتكست للصور كان بدأ برضو من حاجات زي هاجينج فيس وجيت هاب والحاجات دي. فدي بقى لقيت حاجة اسمها انشت ستوري، يعني ترفع صورة هو يعرف لك على قصة، تمام؟ يعني ممكن ترفع صورتك وهو يعرف لك قصة على الصورة بتاعتك. فخلينا نجرب. وفي درجتين، يعني في حاجات للأطفال وفي حاجات للكبار. خلينا في الأطفال أحسن وأكثر أمانا. تعالوا بقى نختار كده صورة عشوائية. أنا مثلا اخترت صورة من صورة المباني اهي، وأقول له بقى إيه تلمي أستوري، يبدأ بقى هو يألف لنا قصة من عنده. نلاحظ إن هو معتمد على اللاما اللي هي النموذج اللغوي الخاص بميتا، اللي هي الشركة اللي مالكة الفيسبوك. أيوة، هو ألف لنا بقى القصة الكبيرة ديت بالتفصيل، وبيتمنى لك إن القصة تعجبك وتقدر إن أنت تشيرها مع الكوميونتي أو المجتمع، بحيث إيه الناس تقرأ القصة. أنت ما عملتش حاجة أصلا يعني، أنت مجرد بس اخترت صورة. ممكن تكون الصورة دي أصلا معمولة بأي برنامج مثلا زي الميديورني أو. فالموضوع ظريف، هسيب لكم الرابط عشان تجربوه، ولو واحد عندكم حلو يا ريت يقول لنا عليه إن شاء الله. شكرا.